أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مسابقة الأوائل. كل شيء في الكون له قاعدة وقانون بيحكمه. ظواهر الكون اللي حوالينا، دوران الأرض، شروق الشمس، مغيب الشمس، الجغرافيا، التاريخ، التضاريس، المناخ، حتى تطور التاريخ والحضارات كمان ليها قوانين وقواعد بتحكمها. على فكرة النجاح مش استثناء للفكرة دي ولا حاجة بعيدة عن المفهوم ده. النجاح مش قيمة خيالية ولا سراب كده بنلحقه بإيدينا، بالعكس حتى النجاح له قوانين، وحتى النجاح ممكن نتعامل معاه باعتباره معادلة حسابية، 1+1=2. طب إيه هي أول قاعدة من قواعد النجاح؟ أول قاعدة من قواعد النجاح هي امتلاك الدافع لتحقيق الهدف. وهنا هحكي لكم قصة كده صغيرة لكن ملهمة جدا. قصة بنت صومالية صغيرة اسمها سامية عمر. سامية عمر كان عندها حلم وكان عندها هدف ان هي تصبح عداءة في يعني بلدها وتشارك في الأولمبياد باسم الصومال. طبعا الظروف كانت صعبة والتحديات كبيرة، الفقر، ضعف الإمكانيات، حتى التحدي الأمني كان التحدي الأصعب، وهو تنازع جماعات إرهابية كتير فيما بينها على حكم الصومال، تنظيم القاعدة، حركة الشباب وغيرها من التنظيمات المتفرعة من رحم الجماعات دي. عملت إيه سامية؟ سامية حطت جنب سريرها صورة للبطل الأولمبي اللي كانت هي بتحلم تعمل زيه واللي نجح يحقق نفس الحلم اللي هي عندها. حطت الصورة دي جنب سريرها لمدة 10 سنين، 10 سنين وهي بتصحى على الصورة وتنام على نفس الصورة وتقول لنفسها أنا هقدر، أنا هنجح، أنا هعمل اللي أنا نفسي أعمله وهحقق هدفي. القصة دي بتعلمنا إن من غير الدافع مفيش هدف، ومن غير هدف طبعاً مفيش نجاح. والنجاح هو اللي بيهمنا النهاردة الحقيقة في المسابقة دي، مسابقة اللي بينظمها حزب مستقبل وطن بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واللي بنتعرف فيها على مهارات ولادنا في المحافظات المختلفة وقدرتهم. الحقيقة النهاردة الحلقة مهمة جداً لأن هي هنبدأ فيها تصفيات الدور الثاني من المسابقة بعد ما شفنا في المرحلة التمهيدية 30 فريق من 30 مدرسة بيتنافسوا على التأهل للدور الثاني. بالفعل 15 فريق قدروا يوصلوا معانا للمرحلة دي، وهنشوف بقى النهاردة مين فيهم اللي هيصعد للمرحلة اللي جاية ومين فيهم للأسف هيخرج. الماتش النهاردة ما بين الوادي الجديد وسوهاج. هنرحب أولا بمدرسة الغرغور من الوادي الجديد. هيلعبوا بقى قصاد مدرسة النصر من سوهاج، نرحب بيهم. هنشوف الماتش النهاردة مين فيهم اللي هيقدر يحسم الموقف ومين فيهم اللي هيقدر يكمل معانا للدور اللي بعد كده ومين للأسف هيخرج. مدرسة الغرغور، محمد ايه احساسكم النهارده وانتم معدين المرحله التمهيديه وفي المرحله الثانيه اهو، ويعني عدينا نقط صعبه في المسابقه لحد دلوقتي؟ يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لحد هنا، في عدينا الماتش الاول في المرحله الاولى من المسابقه، وفرحانين ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يوفقنا في الماتش ده ان شاء الله. كان صعب الماتش الاولاني؟ يعني شويه، بس الحمد لله قدرنا نعديه. وإيه رأيكم في مدرسة النصر يا أنس؟ الماتش الأولاني كان إيه أصعب لحظة فيه؟ أول ما خسرنا نقطتين دي كانت لحظة صعبة شوية، بس الحمد لله قدرنا نعوض ونفوز في الماتش. طب وتفتكر النهاردة تتوقع إيه اللي يحصل؟ الفوز إن شاء الله لينا. إن شاء الله الفوز؟ إن شاء الله بتمنى لكم التوفيق أنتوا الاتنين. ونبدأ بقواعد وقوانين المسابقة، ولا أنتوا خلاص عارفينها؟ حافظين خلاص؟ عايزين تخشوا على طول؟ يلا سؤال السرعة. عدد المصريين الحاصلين على جائزة نوبل 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6؟ ندوس على الباز. يا ولاد ده سؤال السرعة. أنس عندك إجابة؟ اتفضل. 5. 5؟ للأسف يا أنس إجابة غلط. عندكم إجابة ولا لا يا محمد؟ 6.
6. للأسف برضو غلط. الإجابة الصح هي 4. وهنبدأ مع اللي دايس على الباز الأول. بدايتنا دلوقتي مع المسابقة العلمية. أول سؤال في العربي لمدرسة النصر من سوهاج بيقول: إن لكم في حياتكم أباً يجب احترامه. بعد حذف إن تصبح الجملة: ألف لكم في حياتكم أبو يجب احترامه، ب لكم في حياتكم أباً يجب احترامه، جيم لكم في حياتكم أبن يجب احترامه، دال لكم في حياتكم أب يجب احترامه. 30 ثانية والوقت بدأ. أول سؤال في الماتش كله بخمس درجات مع مدرسة النصر في سوهاج. أربع اختيارات معاهم والوقت بيمر. عندكوا إجابة يا أنس؟ فكرتوا كويس؟ تفضل. رقم دال. رقم دال. أنت صح؟ معاك خمس درجات، إجابة صحيحة. نروح للسؤال الثاني في العربي مع مدرسة الغرغور. السؤال بيقول: وقد يكون لك البعيد أخاً ويقطعك القريب. إعراب أخاً: ألف خبر يكون منصوب بالألف، ب خبر يكون منصوب بالفتحة، جيم مفعول به منصوب بالألف، دال حال منصوب بالألف. 30 ثانية يا أولاد الوقت بدأ. سؤال العربي في المرحلة الثانية بيختلف عن سؤال العربي في المرحلة التمهيدية. لازم الولاد يركزوا قوي قوي قوي. محمد الوقت خلص. عندك إجابة؟ اتفضل. خبر يكون منصوب بالفتحة. الإجابة ب. استبعدتوا ألف جيم دال واخترتوا ب، وب إجابة صحيحة. سؤال الدراسات مع مدرسة النصر في سوهاج. سؤال بيقول: تهب رياح الخمسين على مصر بعد انتهاء فصل الربيع، الشتاء، الخريف أم الصيف؟ 30 ثانية يا أولاد الوقت بدأ. مارس وابريل. الوقت قرب يخلص يا أنس. الوقت خلص. إجابتك هي الشتاء. الشتاء. وبالفعل إجابة صح. نروح للسؤال الثاني في الدراسات لمدرسة الغرغور. السؤال بيقول يا محمد: يصب وادي العريش في البحر الأسود، الأحمر، المتوسط، الكاريبي. 30 ثانية والوقت بدأ. عرفت الإجابة خلاص؟ طب بتضحك ليه؟ عملوا فيك إيه البنات؟ مريم وحنين وجنى. شدوني من دراعك. بيشدوك من دراعك وبيقول لك قولي الإجابة دي ما تقولش غيرها، ها؟ طب إيه الإجابة بتاعتهم؟ البحر المتوسط. شوف بقى هما صح ولا غلط؟ هو وادي العريش بيربط إيه بإيه؟
سيناء بالبحر المتوسط. بيربط شبه جزيرة سيناء جنوبها بشمالها، وطوله 300 كيلو، هو أطول وأكبر وادي في سيناء. الإجابة جيم، دي الإجابة اللي انتوا اخترتوها واللي البنات كانوا مندفعين قوي فيها وبيتخانقوا عليها. كنت معاهم برضه. كنت معاهم ها؟ بقول لهم اهدوا اهدوا، ما أنا هقول الكلام ده. إجابتكم صح 5 درجات. نروح بقى لسؤال العلوم، واحنا لسه مكملين في حالة التعادل في سؤال العربي وسؤال الدراسات، وكل فريق معاه 10 درجات لحد دلوقتي. يا ترى سؤال العلوم هيبقى أخباره إيه مع الفريقين؟ سؤال لسوهاج، يتكون كسوف نقط عندما يقع القمر في مدار أعلى بالنسبة للأرض. النقط دي هنحط مكانها، معاكوا اختيارات، كلي، جزئي، حلقي، ولا دال، كلي وجزئي مع بعض. 30 ثانية الوقت بدأ. ايه نوع الكسوف اللي بيتكون عندما يقع القمر في مدار اعلى بالنسبة للارض؟ ايه من الاختيارات الاربعة اللي قدامنا؟ السؤال ده بخمس درجات، سؤال العلوم، ساعات بيوقع فرق كتير. الوقت خلص. وصلت الإجابة يا أنس؟ تفضل. الإجابة حلقي. الإجابة جيم حلق، كسوف حلقي. فكرني كده يا أنس، أنتوا عملتوا إيه في سؤال العلوم بتاع المسابقة اللي فاتت؟ اتشاورنا مع بعض لغاية ما جبنا الإجابة صحيحة ومحدش اختلف الحمد لله. أخدتوا درجته يعني صح؟ المرة اللي فاتت أخدتوا 5 درجات في سؤال العلوم. المرة دي بقى برضو أخدتوا 5 درجات في سؤال العلوم. نروح لسؤال العلوم مع مدرسة الغرغور. السؤال بيقول لا يمكن أن يكون للقمر نقط لأن ظل الأرض أكبر من القمر. النقط دي هنشيلها ونحط مكانها إيه من الاختيارات؟ ألف خسوف حلقي، ب لا خسوف، جيم خسوف كلي، ولا دال خسوف جزئي. 30 ثانية الوقت بدأ. على طول كده؟ مش محتاج تفكر؟ لا فكرنا واتفقنا وتشاورنا. اوعى يكونوا البنات ضغطوا عليك. يا بنات، محمد كابتن الفريق. طبعا. هسمع من محمد. قول يا محمد. شوف حلقي. اللي هي ألف. طب ليه ما فكرتش تاني شوية؟ ليه بسرعة كده؟ تشاورنا وتأكدنا بالإجابة واتفقنا. ما عندكش ولا ذرة شك كده؟ لا. ولا 1%؟ ولا 1%. ولا 0.25%؟ ولا ربع الواحد كمان. ولا أي حاجة خالص. ولا أي حاجة. وإجابتك إجابة صحيحة يا محمد، 5 درجات. لحد دلوقتي لسه مكملين في التعادل، 15 درجة و15 درجة الوادي الجديد وسوهاج. شكله ماتش هيبقى صعب. شكلنا كده مش عارفين مين اللي هيقدر يحسم الماتش ده في المرحلة اللي جاية، اللي هي مرحلة المعلومات العامة. طالما الفرقتين بالقوة دي، وطالما الفرقتين الاتنين متعادلين بنفس الشكل لحد دلوقتي، لكن أسئلة المعلومات العامة دايما بتكون حاسمة. سؤالين لكل فريق، 10 درجات لكل سؤال. جمعنا دلوقتي مع المعلومات العامة، بس كل فريق عمل تبديل. تعالوا نشوف عملوا التبديل ده ليه. هنا في الغرغور خرجوا محمد زكريا ودخل مازن. يا ترى يا محمد عملتوا التعديل ده ليه؟ عملنا التعديل يعني عشان مازن في المعلومات العامة والثقافة عنده خبرة عالية يعني، وعارف معلومات كتير من اللي احنا بندرسها.
فهتبقوا معتمدين بقى على مازن في السؤالين اللي جايين. الفريق الثاني فريق مدرسة النصر خرجوا ماثيو ودخل عبد الرحمن، مش كده يا أنس؟ عبد الرحمن بقى ايه المميز فيه؟ واحنا كلنا زي بعضينا، زي اخوات، وذكرنا مع بعضينا، والتبديل ده يعني كويس لينا. حلو قوي، كلنا اخوات وكلنا مذاكرين وكلنا شاطرين. وهنبدا بقى دلوقتي في المعلومات العامه. اول سؤال في المعلومات العامه لمدرسه النصر بيقول: يقع مشروع النهر الصناعي في جنوب محور الضبعه، شمال محور الضبعه، جنوب الصحراء الشرقيه، شمال الصحراء الشرقيه. 30 ثانية والوقت بدأ. هنعمل تبديل سؤال. هتعملوا تبديل سؤال. السؤال ده صعب يا أنس؟ شوية. شوية. طب كنتوا شاكين في حاجة من الاختيارات الأربعة؟ غرب الضبعة. غرب الضبعة. كويس إن أنتوا ما قلتوش. هي مش غرب الضبعة، هي جنوب محور الضبعة. نروح للسؤال البديل. السؤال بيقول: الولايات المتحدة الأمريكية دولة مميزة وفريدة، فما هو شعارها؟ النسر الأصلع، النمر الأصلع، الصقر الأصلع، ولا الطاووس الأصلع؟ الوقت بدأ. شوف بقى الولاد شاطرين في المعلومات العامة ولا لأ؟ النسر الأصلع. النسر الأصلع. أنا قلت لكم رقية شخصيتها قوية، بس هل يا ترى إجابتها صح؟ إن شاء الله. إحنا كلنا كنا يعني كلنا كنا عارفين الإجابة دي، يعني كل واحد فينا كان متأكد منها. يعني كل واحد فينا كان عارفها. كل واحد فيكم كان عارفها. ولما خمسة بيبقى عندهم نفس الرأي، غير أربعة، غير تلاتة، بتبقى فرص ان الإجابة دي صح أكتر، مش كده؟ إن شاء الله. إجابة صحيحة. نروح للسؤال التاني في المعلومات العامة مع مدرسة الغرغور. السؤال يا محمد بيقول: يأتي تنفيذ مصر لمشروع النهر الصناعي لاستكمال استصلاح كام؟ 4.2 ولا 2.2 ولا 3.5 ولا 3 مليون فدان؟ الوقت بدأ. تبديل السؤال. تبديل السؤال. مش شاكين في حاجة طيب؟ يمكن 3.5. كويس إن أنتوا ما قلتوش. كانت هتبقى إجابة غلط وكنا هنضيع مننا العشر درجات. لأن الإجابة الصح هي 2,200,000 فدان، اللي مصر يعني بتستصلحهم وبتعيد زراعتهم في مشروع النهر الصناعي. نروح للسؤال البديل. ما هو اسم المضيق الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة؟ وفي أربع اختيارات: باب المندب، البوسفور، جبل طارق، ولا الدردنيل. وقتكم بدأ. السؤال ده مهم جدا لفريق مدرسة الغرغور. هل يا ترى هيكملوا في نفس حالة التعادل مع زمايلهم زي من أول الماتش؟ اتفضل يا محمد. فوسفور. مضيق البوسفور. انتوا بدأتوا الماتش متعادلين سؤال بسؤال. عربي 5 درجات وخمس درجات، دراسات 5 درجات وخمس درجات، حتى العلوم مفيش حاجة وقعت منكم. المعلومات العامة دلوقتي هم ضامنين أول 10 درجات، عشان كده إجابة السؤال ده بالنسبة لكم مهمة قوي. تفتكروا هنكمل في التعادل ولا يحصل تقدم هنا في سوهاج؟ السؤال ده صعب شوية. مين فيكم شاطر في الجغرافيا؟ كلنا يعني مستوى. وفي الخرايط والحاجات دي، لأنه مستوى واحد يعني.
وده سؤال بره المنهج، يعني سؤال معلومات عامة، فممكن يبقى ما عداش علينا، إلا لما بيبقى حد متابع ومطلع وعنده ثقافة عامة زيكم كده بالظبط. 10 درجات. هي ماتش صعب قوي، احنا لسه في التعادل، 25 درجة هنا و25 درجة هنا، مفيش فريق عايز يتنازل عن أي درجات ولا يتنازل عن الفوز. وده بيوصلنا للسؤال الأخير في المعلومات العامة، والمرة دي هيكون مع سوهاج. سؤال بيقول: أقيم أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط لصوامع الغلال في مدينة أبو زعبل، منيا القمح، الصالحية الجديدة، ولا الخنكة؟ 30 ثانية. بفكركم تقدروا تستخدموا وسيلة المساعدة، الفريق الاحتياطي موجود يقدروا يساعدوكوا لو السؤال صعب. ده آخر سؤال بالنسبة لكم. طيب هنستعين بالفريق الاحتياطي. اتفضلوا. الإجابة جيم. جيم. الصالحية الجديدة. أنس هتاخد الإجابة دي ولا لا؟ القرار ليك، أنت كابتن الفريق، من حقك تاخد الإجابة دي ومن حقك تغيرها. أنس الوقت خلص، اديني إجابتك. هتاخدوا الإجابة دي؟ الصالحية الجديدة. الولاد استعانوا بالفريق الاحتياطي، واستعنا بتبديل سؤال، واستعنا بتبديل لاعب، خلصنا وسائل المساعدة، وللأسف إجابة خاطئة. عندكم إجابة يا محمد؟ لا. هاخد منك قرار أخير، عايز تاخد السؤال ولا لا؟ لا. مصمم على موقفك، خليك فاكر إن أنت اللي قلت، بس هرجعك السؤال اللي جاي، لو كنت محتاج الدرجتين هقولك أنا عرضت عليك. الإجابة الصح هي الخنكة، الإجابة دال. السؤال اللي جاي مع الوادي الجديد، سؤال بيقول: أقيم أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط لصوامع الغلال بطاقة تخزينية في مرحلته الأولى 65,000 طن في أي منطقة؟ تل العقارب، عرب العلاقات، عرب شركس، ولا تل الرطب؟ 30 ثانية الوقت بدأ. محمد وفريقه بيفكروا. آخر سؤال في المسابقة، لو اتحسم هل يا ترى هنكمل في حالة التعادل ولا لا؟ نصر معهم 25 درجة والغرغور معهم 25 درجة، والسؤال ده هو اللي هيفرق. تفضل يا محمد. عرب شركس. متأكد؟ إن شاء الله. ما فكرتش تستخدم وسيلة مساعدة؟ لا. مش محتاجها يعني؟ مش محتاجة، أنا عارف الاحتياط بيبقوا مذاكرين إيه، فبيبقوا مذاكرين إيه، هم برضه بيذاكروا معلومات عامة زينا زيهم، بيبقوا شاطرين، بس بس باين عليك إن أنت متردد في الإجابة دي. سؤال صعب شوية. الإجابة غلط، محمد للأسف. عندكم إجابة ولا لا يا أنس؟ لا. خلي بالك السؤال ده لو انت جاوبته صح هتاخد درجتين، حسمت المسابقة، ولو جاوبت غلط يتخصم منك درجتين يبقى خسرت. لازم تبقى عارف الإجابة، بس ساعات بنحتاج نخاطر، المكسب يبقى مهم. خلاص قررت،
طب فاكر يا محمد لما قلت لك في السؤال اللي فات لو خدت السؤال بتاعهم ممكن تاخد درجتين؟ ما كناش هنبقى في الموقف ده دلوقتي. صح؟ صح، برضو لو كنت جاوبت السؤال بتاعهم غلط كنت هنقص، كانش الماتش هيبقى. كابتن كل فريق من الفرقتين قرروا في سؤالين ورا بعض ان هم ما يخطروش، وده مخليهم لسه في حالة التعادل 25 درجة و 25 درجة. تعادلوا في كل حاجة، حتى في السؤال اللي ما عرفوهوش والسؤال اللي غلطوا فيه هما الاثنين اتعادلوا، وده هيخلينا نروح للسؤال الذهبي. إجابة السؤال ده هي عرب العلاقات، والمشروع ده من أهم المشروعات صوامع الغلال اللي جنبتنا وخلتنا يعني ما نتحطش في موقف صعب في القمح وفي السلع والمحاصيل المختلفة، خصوصا وانتوا عارفين او معرفش تابعتوا او حد حكالكوا في البيت عن الأزمة اللي بتحصل والحرب اللي حاصلة اللي دايرة في أوروبا ما بين روسيا وأوكرانيا. ممكن تقولوا لي طب احنا ايه علاقتنا بالأزمة دي، احنا هنا في مصر بعيد خالص عن روسيا وأوكرانيا، بس الفكرة ان روسيا وأوكرانيا بيجي منهم قمح لدول كتير جدا في العالم. عشان كده احنا مشروع صوامع الغلال لما عملناه قبل الأزمة دي بكتير الحقيقة، وما كناش نعرف ان هيحصل حرب ولا كنا نعرف ان العالم كله هيحتاج القمح ويحتاج السلع المختلفة، لكن كان في رؤية، كان في بعد نظر. زي الرؤية والبعد نظر اللي دايما نقول ان لازم يبقوا عند كابتن الفريق. هنروح للسؤال الذهبي بعد ما الفريقين اتعادلوا 25 درجة لكل فريق ولسه نتيجة الماتش غير محسومة. السؤال ده هو اللي هيحسم الماتش كله. السؤال الذهبي بيقول أي من أعضاء الجسم يستهلك 40% من أكسجين الدم؟ القلب، المخ، الجهاز الهضمي، أم الجهاز التنفسي؟ ندوس على الباص. محمد من الوادي الجديد داس على الباز. محمد عندك إجابة؟ القلب. فكرت كويس؟ آخر سؤال في الماتش، بس قول لي عايز أعرف أنتوا كنتوا متأكدين ولا لأ؟ مين كم واحد فيكم كان بيقول القلب؟ يعني يمكن اثنين. يعني اثنين. للأسف يا محمد إجابة خاطئة. الفريق التاني عندكم إجابة؟ لحظة صعبة لفريق مدرسة النصر في سوهاج. تفضل يا أنس. المخ. محمد انتوا كنتوا شاكين في القلب وجنبها حاجه ايه؟ اقول مخ. كنتوا شاكين في المخ. ماتش صعب، والسؤال الذهبي هو اللي بيحسم النتيجه كلها. انس كلكم بتقولوا المخ؟ ما فيش شك؟ لا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب. خلي بالكم ان الوادي الجديد داسوا على الباز اسرع، ويعني قالوا الاجابه الاول بس كانت الاجابه غلط. التسرع هنا مضر جدا. الاجابه الصح للسؤال ده اي عضو من اعضاء الجسم يستهلك 40% من أكسجين الدم هو مش القلب ولا هو الجهاز التنفسي ولا هو الجهاز الهضمي. إجابتكم إجابة صحيحة، منافسة قوية جدا وماتش صعب جدا بين سوهاج والوادي الجديد اتحسم بالسؤال الذهبي، لأن الفرقتين ماشيين مع بعض من أول الماتش التعادل بتعادل سؤال بسؤال، حتى السؤال الغلط هما الاتنين غلطوا فيه. السؤال الذهبي هو اللي حسم الماتش. محمد الفريق بتاعك فريق قوي جدا، أنت كنت كابتن قوي جدا وقائد فريق حقيقي طول الماتش. تقول إيه للفريق التاني؟
انا تعودت منك مش بس على الشطاره ولا على الاجابات الكامله، تعودت منك على القياده. ودورك دلوقتي تشجع فريقك وتوقفهم على رجلهم مره ثانيه. طب يا انس تقول ايه للفريق الثاني؟ انت كنت قدام فرقه قويه جدا ما تنساش. انا اقول ان احنا كان فرقه قويه جدا جدا، وهارد لك ليهم، وهم عملوا بذلوا جهد كبير خالص عشان يفوز، بس يعاون ان شاء الله المره الجايه. نهني الفريقين. الحقيقه كان ماتش صعب ما بين سوهاج والوادي الجديد. الفريق الكسبان هو فريق مدرسه النصر من سوهاج. الفريق الثاني كان قوي جدا 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 طول الماتش، لكن للاسف دايما في فايز وفي خسران، مع اننا دايما بنقول ان كل اللي بيجي هنا النهارده بيكسب بشكل او باخر. هنطلع فاصل ونرجع نشوف ماتش جديد وفرقتين جداد، واحنا في الدور الثاني من مسابقه الاوائل للمرحله الابتدائيه. مرة تانية أهلا وسهلا بكم، لسه مكملين مسابقة الأوائل المرحلة التانية في الابتدائي. مسابقات المرحلة الابتدائية المرة دي هيكون معانا فريقين، دمياط والأقصر، وهنشوف مين فيهم هيكمل معانا للمرحلة التالتة من المسابقة. هنرحب الأول بفريق مدرسة كفر المنازلة من دمياط. هيلعبوا مدرسة الطبيعية من الأقصر، نرحب بيهم. هندخل على طول على سؤال السرعة، هنسمع السؤال كله وبعدين هقول لكم دوسوا على الزرار. السؤال بيقول: في أي محافظة من المحافظات تقع مدينة شرم الشيخ؟ ندوس على الباز. الأقصر عندهم إجابة. جنوب سيناء. جنوب سيناء بالظبط كده، إجابة صحيحة. والبداية مع المسابقة العلمية. السؤال الأول في العربي للأقصر بيقول: سوف تنال أمتنا حقوقها كاملة. إعراب كاملة، حال، خبر، صفة، ولا مفعول به؟ يعني نقولها حال. خبر ايه؟ ايه يا جماعة؟ الوقت بيخلص. حال يا أحمد. الأقصر، ندى اديني قرار. حال. حال. بس انتوا ترددتوا فيها شوية. ايوه. أول خمس درجات في المسابقة وإجابة صحيحة. نروح للسؤال التاني مع كفر المنازلة من دمياط، نركز قوي يا ولاد. السؤال بيقول: المؤمنون لن، وفي فراغات، إلى الشر. هنشيل الفراغات، وإيه من الإجابات والاختيارات دي صح؟ ألف يدعو، ب يدعو، جيم يدعون، دال يدع. 30 ثانية والوقت بدأ. عندك إجابة يا مروان؟ بس الوقت لسه ما خلصش. عادي. عارفها؟ طب اتفضلوا. هتبقى ألف يدعو. وإجابة صحيحة. ونشوف احنا كده خمس درجات وخمس درجات، نشوف السؤال اللي جاي أخباره إيه. السؤال بيقول: أنشئ سد الروافع على وادي قنا، العلاقي، الأسيوطي، ولا العريش؟ الوقت بدأ. العريش. مش محتاجة تفكري خالص؟ لا. طب تعالي نفككها أنا وأنتي كده مع بعض. هو سد الروافع اتعمل في النص الأول من القرن اللي فات، مش كده؟ ويعتبر
اكبر حاجز مائي. بنتكلم عن اكبر حاجز مائي في منطقه مجرى وادي العريش، مش كده؟ يبقى اجابه صحيحه. نروح للسؤال اللي جاي مع كفر المنازلة من دمياط. السؤال بيقول: أكبر محافظات مصر الحدودية التالية سكاناً: الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، ولا شمال سيناء؟ والوقت بدأ. مروان عايز يقول، وبرضو قبل الوقت ما يخلص، ثقة يا مروان، خلي بالك كل ما بنمشي في المسابقة كل ما الأسئلة بتبقى أصعب، والأسئلة دي المرة دي أصعب من المرحلة الأولى. هتبقى أنا حذرتك وقلت لك، قول إجابتك. هتبقى د شمال سيناء. كلكم متفقين؟ مش هتلوموا حد لو الإجابة دي غلط؟ إجابة صحيحة وخمس درجات. يا ترى العلوم هيبقى أخبارها إيه؟ السؤال الأقصر بيقول: زمن كسوف الشمس ألف 7 دقايق، ب 10 دقايق، ج 15 دقيقة، د 20 دقيقة. الوقت بدأ. 7 دقائق. ليه يا ولاد بتجاوبوا قبل الوقت ما يخلص؟ هو السؤال سهل فاحنا اتشاورنا وقلناها. اوعوا تفتكروا الاسئله سهله، خلي بالكم في اسئله بتبان سهله وبعدين نتلخبط فيها ونجاوب غلط. يعني كلكم متاكدين؟ اجابه صحيحه. سؤال العلوم الثاني لكفر المنازله. السؤال بيقول: تنشأ ظاهرة خسوف القمر عند منتصف الشهر القمري، منتصف الشهر الميلادي، أول الشهر القمري، أول الشهر الميلادي. الوقت بدأ. لا ده احنا شكلنا قدام ماتش صعب بقى. عندك إجابة؟ خلاص أنا مش هحذركوا تاني من موضوع الوقت. قول. ألف منتصف الشهر القمري. منتصف الشهر القمري، وبرضو الاختيارات شبه بعض. مذاكرين علوم كويس انتوا؟ عايز الخمس درجات؟ معاك الخمس درجات. إجابة صحيحة. 15 درجة و15 درجة، شكلنا هنكون قدام ماتش صعب ما ان احنا بادئين بالتعادل في كل الأسئلة في العربي وفي الدراسات وفي العلوم. وهنطلع لفاصل ونرجع نشوف مين في الفرقتين هيقرر ان هو يبدل لاعب ويغير في تشكيل الفريق. نشوفكم بعد الفاصل. المنافسة بين الأقصر ودمياط كانت قوية جدا قبل الفاصل، والفرقتين متعادلين 15 درجة ل 15 درجة. كل الأسئلة جاوبوا عليها في المسابقة العلمية، لكن ده ميعاد أسئلة المعلومات العامة وهنشوف أخبارهم إيه في الجزء ده من المسابقة. هنشوف الفرقتين عملوا أي تعديل في التشكيل الأساسي بتاع الفريق. مدرسة الضبعية خرجت عمر ودخلت روان. ليه المرة دي اخترتوا إن يعني تطلعوا عمر وتخش روان؟ المرة اللي فاتت كان تبديلكم مختلف، صح كده؟ في المرحلة الأولى التمهيدية. المرة دي برضو عشان روان مذاكرة كويس وإيمان برضو مذاكرة كويس، فقررتوا إن إيمان تفضل موجودة. إيمان اللي كانت خرجت قبل كده. إيمان تفضل ومعاها كمان تزودوا عليها بروان. مش كده؟ هنبدأ بأول سؤال في المعلومات العامة مع الأقصر. السؤال بيقول: يعتمد مشروع الدلتا الجديدة الذي تسعى مصر لإقامته على مياه الري من مصدرين، ثلاث مصادر، أربع مصادر، ولا خمس مصادر؟ الوقت بدأ. مشروع الدلتا الجديدة. لحد دلوقتي احنا لسه متعادلين 15 درجة و15 درجة. المعلومات العامة حاسمة.
هتستعينوا بالفريق الاحتياطي. ممكن طبعا زمايلكم معاكم 30 ثانيه ومعاكم المايك ونساعد الفريق. خمس مصادر. ندى بيقول لك خمس مصادر، هتاخدي الاجابه دي ولا لا؟ نقولها ناخدها. الفريق الاحتياطي قال لك خمس مصادر، هتمشي على كلامهم ولا ليكي راي تاني؟ ناخدها. اديني قرارك يا ندى. هاخدها. هتاخدوا الاجابه دي؟ اه. متاكدين؟ لا مش متأكدين. مش متأكدين. مش قوي. للأسف هي إجابة غلط. كفر المنازلة، عندكم إجابة وتاخدوا السؤال ولا لا؟ لا. درجتين فوق لو صح، ناقص درجتين لو غلط. لا 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 مش عايز تاخد المخاطرة من اول المسابقه معايا وانت مش عايز تخاطر. لا عارفين، صح؟ مش متاكدين. طب ايه اللي جه في بالكم مروان؟ ثلاثه. يا ريتكم قلتوا، كنتوا هتاخدوا درجتين. الاجابه الصح هي بالفعل ثلاث مصادر للميه. نروح للسؤال اللي جاي. السؤال بيقول: يستهدف مشروع الدلتا الجديده الذي تسعى مصر لاقامته زيادة حجم الرقعة الزراعية بنسبة كم في المية بقى؟ 20%، 15%، 25% ولا 28% من مساحتها؟ 30 ثانية والوقت بدأ. تبديل السؤال. تبديل سؤال. مش عارف الإجابة على السؤال ده؟ مش عارفة. مع إنه يعني في نفس موضوع السؤال اللي فات وإنتوا كان عندكم إجابة. ولا المرة دي خايفين برضو تقولوا حاجة تطلع غلط؟ شاكين في إيه يا مروان؟ 20. بس 20 إجابة غلط، هي 15% من مساحة الرقعة الزراعية. نروح للسؤال البديل. السؤال بيقول: كم عدد المصريين الذين قاموا بحفر قناة السويس؟ الاختيارات هي 120,000، 130,000، 100,000 ولا 140,000؟ والوقت بدأ. لحد دلوقتي التعادل بين الفريقين 15 و15، بس السؤال ده هيحسم كفر المنازل، هياخدوا 10 درجات ولا لا؟ خلاص كفايه نقاش، اديني اجابتك. 130. 130. مين اللي قال 130؟ مين فيكوا قال 130؟ احنا الثلاثة. انتوا الثلاثة والاثنين التانيين؟ ايوه 120. مش مقتنعين. السؤال ده ب 10 درجات وانتوا دلوقتي رصيدكوا 15 درجة، متعادلين مع الفريق التاني لحد دلوقتي، بس كان مهم ان انتوا تستخدموا السؤال ده تاخدوا بيه 10 درجات تانيين. الاجابه للاسف غلط. الفريق التاني مش هنجاوب ولا لا؟ عندكم اجابه ولا لا؟ لا لا مش هتاخدوا السؤال. لا ندى مش عايزه تخاطر. فضلوا ماشيين مع بعض بالتعادل طول المسابقه العلميه، سؤال العربي، سؤال الدراسات، سؤال العلوم، ولما غلطوا غلطوا مع بعض في اول سؤال في المعلومات العامه. هرجع لك تاني يا مروان، انتوا كنتوا شاكين في 130 و120 واتنين منكم كانوا بيقولوا 120، صح؟ عبد الرحمن ومنى كانوا بيقولوا 120، وانتوا الثلاثه هنا هنا ورحمه ومروان بيقولوا 130، فاخدتوا برأي الاغلبيه، بس مش دايما الاغلبيه بيبقى رأيها صح. إجابة منى وعبد الرحمن 120,000 كانت إجابة صح. أنا قلت لك 120 يا مروان. السؤال للأقصر بيقول:
يوفر مشروع صوامع الغلال نسبة فاقد تخزين القمح التي وصلت في الشون الترابية لحوالي، عندنا أربع اختيارات نركز فيهم، من 8-12%، من 10-15%، من 25-30%، ولا من 20-25%. الوقت بدأ. عايزين نبدل السؤال. تبديل سؤال. هل يا ترى السؤال البديل هنبقى عارفينه أو أسهل من السؤال اللي في إيدنا؟ هو ده القرار، هو ده صعوبة القرار اللي بياخده كابتن الفريق. أنا كنت عايزة أقول رقم ألف بس يعني هي مش متأكدة منه. هو كويس إن أنتم ما قلتوش الإجابة دي، هي مش إجابة صحيحة. الإجابة الصحيحة اللي هي ب، من 10-15% تقليل الفايد اللي كان بيحصل في القمح قبل ما تتعمل المشروع اللي هو المشروع الضخم، المشروع القومي للصوامع وصوامع الغلال اللي وفر لنا نسبة فائد كبيرة جداً. من حقكم نستخدم آخر وسيلة مساعدة وهي تبديل السؤال. السؤال بيقول، يوجد بجسم الإنسان ما يسمى بالجيوب الأنفية ضمن قائمة أعضاء الجهاز التنفسي، عدد هذه الجيوب قد إيه؟ 8-4-6-10؟ الوقت بدأ. نخاطره نقول كام يا أحمد؟ نقول 4. نقول 4 وخلاص. أربعة. ندى اتحطت في الموقف اللي هي ما بتحبوش، اتحطيتي في موقف المخاطرة مش كده؟ اكتر موقف انت ما بتحبيهوش انك مش عارفة الاجابة بس لازم يبقى عندك رد. والسؤال ده انت ما كنتيش عارفة اجابته صح؟ والسؤال اللي قبله بدلناه ما كناش عارفين السؤال، ما خدناش فرصتنا نفكر فجالنا الأصعب منه. للأسف يا ندى إجابة غلط. الفريق التاني عندكوا إجابة؟ مروان أنت المرة دي بتقرر تخاطر ليه؟ لا إحنا عارفين السؤال ده، متأكدين منه. عارف متأكد؟ في المرات اللي فاتت كل لما أسألك تقولي مش هاخد السؤال لأن إحنا ما بنبقاش متأكدين منه قوي. بس بتطلع اجابتكم صح بعد كده. ممكن السؤال ده يبقى هو اللي هيفرق معانا، لو هو صح احنا اللي يعني هنبقى فايزين عليه، وممكن يبقى غلط وتخسروا وتجاوبوا اللي بعده غلط لا قدر الله تخسروا خالص مش كده؟ هي مخاطره من كل النواحي. مروان قرارك ايه؟ الثمن جيوب. مروان انت معاك 15 درجة، ليه تخاطر ان هما يبقوا 13؟ تعودت منك ما تخاطرش، ودلوقتي بتقولي انا متاكد من الاجابه، بس انا برضو حذرتك من شويه ان ساعات كتير بنبقى متاكدين وتطلع الاجابات اتشابهت علينا. مش بتحصل معاك دي؟ بتحصل مع اي حد فينا. دخلت نفسك في حسبه درجتين، طب هنعمل ايه في السؤال اللي جاي؟ طب العشر درجات هنجيبهم ولا لا؟ ما كنا واقفين في مكاننا، وده عكس اللي انا حاساه من شخصيتك من اول ما دخلنا المسابقه، دايما تقول لي لا انا مش عايز اخاطر حتى لو عارف. بتخاطر في اهم نقطه، الماتش اللي هيطلعنا الدور الثالث او يخرجنا من المسابقه، وفي اخر سؤال في المعلومات العامه هحسب معاك. لو الاجابه غلط انت كان معاك 15 هتبقى 13 وهم 15. هنيجي للسؤال الثاني، لو انت معرفتوش هيفضل رصيدك زي ما هما زي ما هو، ويبقوا هما كسبوا بفرق النقطتين، بفرق النقطتين بسبب القرار بتاع دلوقتي ده بالظبط.
أما بقى لو إجابتك صح فهيكون معاك 17 درجة. إجابتك صح يا مروان، ولسه معاك سؤال تاني في المعلومات العامة. السؤال ده بعشر نقط، بس هفكرك تاني، لو جاوبت السؤال ده غلط هيكون معاهم هم فرصة الإجابة عليه، ممكن يبقى معاهم درجتين تانيين، نرجع تاني لنقطة التعادل. يعني انت برضو دلوقتي مصير الماتش ده بين ايديك في السؤال ده بالذات. السؤال بيقول: يستهدف المشروع القومي للصوامع إنشاء الكثير من صوامع تخزين القمح موزعة على 12 محافظة، 15 محافظة، 17 محافظة، ولا 27 محافظة؟ والوقت بدأ. ولسه في وسيلة مساعدة، ممكن نستعين بالفريق الاحتياطي. احنا بدلنا سؤال ورفضنا نبدل لاعب، ما قدمناش غير الفريق الاحتياطي. آخر سؤال في الماتش كله، كم محافظة؟ 15. طب أنا عايزة أفهم، يعني أنت معاك وسيلة مساعدة وإحنا في آخر سؤال، ليه ما سألتهمش حتى يا سيدي من باب إن أنت تتأكد من المعلومة؟ لو أنت واثق ومتأكد 200%، موفر الفريق الاحتياطي لأنهي سؤال؟ إحنا وصلنا لآخر سؤال في المسابقة، كلكم كنتوا مع الرأي ده؟ للأسف يا مروان إجابة غلط. الفريق التاني ندى، عندكم إجابة ولا لا؟ المسابقة اتقلبت تماما. عندنا إجابة. ندى محتاجة الدرجتين دول، دي المخاطرة اللي ندى محتاجة تعملها. احنا معانا هنا 15 درجة ومعانا هنا 17 درجة، هما فرق النقطتين اللي ممكن يجوا بالسؤال ده يا ندى. درجتين دول لو جم هيرجعوكي للتعادل، تطلعي من نقطة الخسارة للتعادل. ما كانش في اختيار تاني قدامك يا ندى، كان لازم انك تاخدي المخاطرة وتحاولي تجيبي درجتين. للأسف يا ندى إجابة غلط، خسرنا نقطتين. مش عايزاكي تزعلي، المخاطرة الأخيرة كنت محتاجة تعمليها، وما تنسيش ان انت كنت متعادلة طول أسئلة المسابقة العلمية، سؤال العربي وسؤال الدراسات وسؤال العلوم، كل دي أسئلة انت وفريقك جاوبتوا عليها صح، وانتوا من أشطر الفرق بالمناسبة. أنا عارفة ان كان نفسك تكسبي، بس دايما بنقول كلنا كسبانين هنا وعندنا دايما فرصة نعوض في اللي جاي، مش كده؟ عايزة تقولي حاجة؟ أنا بقول لهم إن هما مبروك ليكم،
واحنا وانتوا هتبقوا احسن المره الجايه. ٣٣ درجة و ١٧ درجة، والإجابة الصح اللي انتوا الاتنين معرفتوهاش هي ١٧ محافظة. الفريق الكسبان بفرق الدرجات هو فريق دمياط. مروان قول حاجة لزمايلك في الأقصر. انتوا والله هما كانوا شاطرين وجاوبوا كل الأسئلة، بس هي على آخر هي بتبقى توفيق من ربنا. نحيي الفرقتين. بماتش الأقصر ودمياط وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهارده من برنامج الأوائل. طبعا لسه مكملين المنافسات، ولسه الطلبة بتتنافس على مين هيتأهل للمرحلة الثالثة من المسابقة للمرحلة الابتدائية. بفكركم المسابقة دي بينظمها حزب مستقبل وطن بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الحلقة اللي جاية هيكون فيها منافسات قوية جدا وصعبة جدا على التأهل للدور الثالث من المسابقة. نشوفكم في حلقة جديدة.